والسلام على سيدنا محمد. احنا يا اخواننا في مضارب شركه الكهرباء الاهليه شارع مكه نطالب حقوق رئيسيه شرعيه للعمال وقلوب فعلا وحقا سيدنا خالد ومن داخلي اشعر ان الاداره مسؤولين ناجحين بل كلهم منتشين ان يحلوا انفسهم وانهم مزارع فرحلوا كما رحل قبلكم ارحلوا هل يجي مجلس نظيف اين مكافحه الفساد نطالب مكافحة الفساد. أنا موظف في شركة الكهرباء الإلكترونية عبد الكريم الزبل ردا ولا بخاف والساكت أنا حق شيطان أخرس ردا على إذا 17 يوم أو 16 يوم مدير عام ما قام الحنة عجريه وإجا شاف عماله وين المسؤولية؟ وين سيد البلاد يطول عمره بزور الموادب بزور المخيمات طبعا المواطنين يعني هذا ما بيجي عماله 75 سنة مدير ما بيجي عمال يتفقدهم ما بيزورهم على الميدان شهداء يا أخي قسم بالله شهداء في شركة الكهرباء ولا بيزورهم ولا بيجي يسلم عليهم في ناس انحرقوا ما بيزورهم في العام ولا المساعدين هذا لأنهم إيش لا مش مشكلة أخوان مش أنا بعيد ما بدنا نحكي هذا ما بدنا نحكي هذا المطروح.